برحب بحضراتكم، حلقة جديدة من المحترف وحصاد الأسبوع المحلي. الحقيقة طبعا النهاردة هيكون لقاء خاص لطبعا تغطية إن شاء الله بإذن الله المباراة النهائية ما بين النادي الأهلي والوداد في مباراة العودة إن شاء الله يوم الأحد. الحقيقة يعني خلينا نتكلم إن إحنا وعلى المستوى الشخصي اتكلمت مع حضراتكم كان يعني بعد قبل المباراة وكنا بنقول إن المباريات النهائية لها حسابات خاصة الحقيقة، وإن النادي الأهلي قادر بإذن الله على حصد البطولة رقم 11 على مستوى دوري الأبطال. واتكلمنا على صعوبة المباراة الحقيقة، صعوبة المباراة الأولى حتى في القاهرة، وده اللي احنا فعلا شفناه، وخاصة في الشوط الثاني النادي الأهلي لقى صعوبات إلى حد ما خاصة في الشوط الثاني، ولكن إجماليا النادي الأهلي قدم مباراة رائعة الحقيقة على المستوى التكتيكي على المستوى الفني. أخطاء ممكن تكون أخطاء مش في وقتها، لكن ده حال كرة القدم، والنتيجة 2-1 النادي الأهلي الحقيقة. وكل الجماهير كنا فعلا زعلانين على نتيجة 2-1، ولكن احنا نسينا ان احنا بنلعب كمان فريق كبير، وان هي دي يعني الشوط الأول من المباريات النهائية، وان احنا رايحين المغرب واحنا كسبانين، احنا عندنا أدفانتج، احنا عندنا فرصة. مفيش شك كانت نتيجة 2-0 كانت نتيجة إلى حد كبير مطمئنة لفريق النادي الأهلي، ولكن أنا طلعت مع حضراتكم وقلت إن الثقة موجودة في جهازنا الفني في لاعبتنا. النادي الأهلي هو نادي المواقف الصعبة الحقيقة، مر كتير جدا على النادي الأهلي مثل هذه الظروف الحقيقة، ودايما دايما بيثبت جدارته. مفيش شك المباراة صعبة، في يعني في ملامح بتقول حتى على مستوى الجماهيري هتلاقي الاستاد مليان على الاخر، هتلاقي استعدادات كتيره جدا على المستوى الحكومي على المستوى الرياضي في المغرب، الكل اكيد واقف ورا فريق الوداد وده حقهم الطبيعي. هتلاقي يمكن الاجواء قبل المباراه وبعض قلق جماهيري النادي الاهلي من التحكيم والحكم، ده الحكم خلاص اخر مباراه بالنسبه له، فسمعنا ان في اخبار لا الحكم مكمل ل 2024 فوزي لقجع، و يعني سيطرته بشكل كبير على الاتحاد الافريقي وممكن يكون ليك. انا اتكلمت في النقطه دي وقلت كل ده على جنب، يعني كل ده اللي احنا بنتكلم فيه لازم يكون على جنب شويه، التركيز والهدوء هو يعني الطريق والطريق الاكثر ان شاء الله للحصول على هذه البطوله. التركيز، واحنا شفنا مش هقول لك من امبارح، احنا شفنا لاعبتنا وهي خارجه كانت متضايقه وزعلانه على الهدف اللي جه فينا، ومن هنا بدا التركيز من بعد المباراه مباشره، بدا تركيز لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني، بدا الاستعداد. وزي ما بقول لحضراتكم النادي الاهلي وفرقه النادي الاهلي فاصلين تماما عن كل ما يحدث على السوشيال ميديا. السوشيال ميديا زي ما حضراتكم عارفين يعني الامور بتبقى فيها دوشه وفيها زيطه وفيها تخوف ويا وا وا وا. كل ده فرقتنا الحمد لله بعيدة عنه تماما ومركزين بس في المباراة، لأن هو دوت زي ما بقول لحضراتكم التركيز 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 هو ده إن شاء الله المفتاح المكسب بإذن الله. المباراة يعني مباراة صعبة ما فيش شك، فريق الوداد كمان قدم مباراة جيدة هنا في القاهرة خاصة في الشوط الثاني. بقول لحضراتكم النادي الأهلي مستعد بشكل كبير جدا، مارسيل كولر كان قافل على الفرقة بشكل كبير، الكابتن محمود الخطيب كان عنده اجتماع مع الفرقه في وقت مهم جدا، ودي عاده الكابتن محمود الخطيب، سفر كل مجلس الاداره، ده كمان رساله للعيبه ان احنا وراكم وفي ظهركم. الرسائل اللي واصله من خلال الجماهير ومحبي النادي الاهلي بتقول ان احنا عندنا ثقه في لاعبتنا، عندنا ثقه في الجهاز الفني.